المشاهدون الأفاضل طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير حيكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بالعناوين. حاكم إقليم القاش بركة يبحث مع الشعب برامج التنمية والتصدي. مدرسة مندفرة لمساعدي التمريض تخرج 147 طالبا بالشهادة. الدراج بنيام يفوز ببطولة إريتريا للفردي. القادة الأوروبيون يوافقون على ترشيح أوكرانيا ومولدوفا. مجلس الشيوخ الأمريكي يقر قانون مشروع قانون يقيد حيازة الأسلحة النارية. 22 طائرة حربية صينية تخترق أجواء تايوان. السلام عليكم ورحمة الله. بحث حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حروي لدى لقائه المواطنين من 13 وحتى 18 من يونيو بحث حزمة برامج التصدي. وعث السيد الحاكم في الاجتماعات التي عقدها بعنوان التعبئة ضرورة مرحلية لسكان بارنتو وغردات وتسني تقوية التنظيم والعمل في الأولويات. وقال إن البرامج الأمنية والتنموية وتأمين العدالة الاجتماعية من أولويات المرحلة، مذكرة للمواطنين العمل بمنح الاهتمام لسلام واستقرار محيطهم. وذكر بأن برامج عدالة اجتماعية تنفذ بالاهتمام بالريف النائي داعيا جهات الحكومية والجبهة عامة والإدارات على وجه الخصوص للعمل المنسق لضمان الاستخدام العادل لبرامج التنمية وتأمين الخدمات الاجتماعية. وطالبت الاجتماعات عقد اللقاءات المتعلقة بالأوضاع الراهنة والتوسع في أنشطة حماية التربة وحفظ المياه ووضع حد لارتفاع الأسعار والقيام بالاستعدادات المسبقة لموسم الخريف واتخاذ إدارات الضواحي والقرى مسؤولية أمن محيطها مؤكدة على الاستعداد لإنجاح برامج التصدي. وعلم بأن اجتماعات مماثلة ستعقد في المديريات الأخرى. خرجت مدرسة مندفرة لمساعدي التمريض في 23 من يونيو 147 طالبا بينهم 101 من الطالبات بمستوى الشهادة. وقدم مدير المدرسة الأستاذ برخت في السهية تقريرا بمناسبة التخرج أوضح فيه قدوم الطلاب المتخرجين من مدرسة وارساي كالو وقد وصلوا إلى مرحلة التخرج بعد حصولهم على دراسة منتظمة قدمت نظريا وتطبيقيا لمدة 18 شهرا مكتسبين من خلالها معارف صحية وأخلاق مهنية حميدة. وذكر بأن يوم التخرج هو يوم الانتقال من الحياة المدرسية إلى الحياة العملية مناشدا إياهم أن يقدموا خدمة صحية ناجعة لمجتمعهم متسلحين بالأخلاق المهنية الحميدة. وقالت مسؤولة متابعة مدارس مساعدي التمريض في الأقاليم السيدة القانيش تخلقرقيس إن عام 2003 شهد افتتاح 3 مدارس لمساعدي التمريض بهدف تنمية القدرات المهنية وظلت تساهم في المجال الصحي بفعالية وكنتائج لذلك تخرج 3144 مهنيا ظلوا يعملون في خدمة المواطنين. وذكر المدير العام لقسم السياسات والتخطيط والموارد البشرية في وزارة الصحة الدكتور برهان الدبرو إن رفع القدرات البشرية تعتبر أحد الأساليب التي تشهد عملا جادا وظلت تسجل من عام لآخر إنجازا ملموسا. وتعهدت ممثلة الخريجين بتقديم خدمات ناجعة تسهم في رفع الوعي المجتمعي الصحي إلى جانب الخدمات الصحية المنتظمة. وقد خرجت مدرسة مندفر الصحية التي تخرج هذا العام للمرة 14 خرجت 1581 طالبا وطالبة. نظم اليوم الجمعة 24 من يونيو سباق ضد عقارب الساعة في بطولة إريتريا للدراجات لعام 2022 الذي جرى في منطقة مقبرة الشهداء في أسمرة بمشاركة حوالي 75 متسابقا من الأندية والأقاليم. وفي سباق ضد الساعة الذي قسم لأربع فئات جرى سباق فئة الشباب لمسافة 18 كيلومترا فاز فيه الدراج أخليل أرفاينة بينما حل الدراج سامي الهيلة ثانيا والدراج يوئيل هبتآب في المركز الثالث. وفي فئة الشابات لمسافة 9 كيلومترات فازت المتسابقة المستقلة أرسيم ولد ميكائيل بالمركز الأول و
الدراجة نيات تخلى هيمانوت من نادي دندن في المركز الثاني، وفتحاوي تخلو من نادي عراك في المركز الثالث. وفي فئة السيدات وتحت سن 23 عاما للمرأة لمسافة 18 كيلومترا فازت الدراجة دانايت فصوم التي ظلت تتدرب في جنوب إفريقيا بالمركز الأول، وعضوة فريقها المتسابقة ديام داويت في المركز الثاني، وميلينا يافيت حلت في المركز الثالث وهي من نادي عراك. وفاز الدراج بنيام جرماي عضو فريق انترمارش البلجيكي بسباق الكبار وتحت سن 23 عاما لمسافة 36 كيلومترا قاطعا مسافة السباق في 43 دقيقة و36 ثانية و76 جزءا من الثانية بسرعة بلغت 49 كيلومترا ونصف الكيلومتر في الساعة، ليكون أسرع متسابق إريتري في عام 2022. وحل عضو فريق AF Education الأمريكي المتسابق الأولمبي مرهاوي قدوس ثانيا بفارق 15 ثانية عن المركز الأول، وعضو فريق تريك الأمريكي المتسابق مانيل جبرز جافيهير ثالثا متخلفا ب 27 ثانية. كما فاز الدراج بنيام جرماي بالميدالية الذهبية لتحت سن 23 عاما، بينما حل عضو نادي إريتيل بطرس مانجس ثانيا والمتسابق المستقل ناهوم كفلي في المركز الثالث. وتسلم الفائزون الكؤوس والميداليات والجوائز المالية من يد مفوض الثقافة والرياضة السفير زمد التخلي ومسؤولين آخرين. وسيستمر سباق بطولة إريتريا للدراجات يوم الأحد 26 من يونيو بسباق الطرقات، وسيتم بث سباق الكبار وتحت سن 23 عاما عبر الفضائية الإريترية من الساعة 11 صباحا. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في الإقليم الأوسط أظهرت إصابة 3 مواطنين من ججرة وكامبوبولو وصنعفة بفيروس كورونا. في غضون ذلك شفي 5 مرضى في الإقليم الأوسط. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9788، شفي منهم 9674 وتوفي 103، فيما يتلقى 11 مريضا الرعاية في المستشفيات. وزارة الصحة 24 من يونيو 2022. قدمت 4 مديريات في الإقليم الجنوبي هي أمن حيلي وميمنه وعدخالة وميعيني 267 ألف نقفة لأسر الشهداء. وفي هذا الإطار قدم عمال القطاع العام في ميمنه 72,144 نقفة، وسكان بلدة ميمنه وجمعية الخدمات السياحية 35 ألف نقفة ل 42 أسرة شهيد. وقدم السيد نجاسي أباي دعما ماليا وعينيا لخمسين أسرة شهيد بالإضافة إلى مساعدة السكان لأسر الشهداء في الزراعة وغيرها. وأشاد مدير مديرية ميمنه المقدم إبراهام هيلة بالدعم الشعبي لأسر الشهداء. كما قدم عمال القطاع العام والاتحادات في أمن حيلي 51 ألف نقفة لأسر الشهداء. وقالت مدير مديرية أمن حيلي بالإنابة السيدة ترحاس فقادو إن أمانة الشهداء تنفذ بالعهد الذي قطعه المواطنون على أنفسهم ويجب ترسيخه في الشباب. وقدم عمال المؤسسات الحكومية في عدخالة أكثر من 90 ألف نقفة، وفيما يعني 7000 نقفة لأسر الشهداء. نظمت اللجنة الوطنية للاحتفالات في دوزلدورف الألمانية للإريتريين في مدينتي نوردراين وفيست فالي سيمينارا في 16 من يونيو. أوضح قنصل إريتريا العام في فرانكفورت سيد كبراب تخستي تصدي الشعب الإريتري القوي لكافة العدائيات الموجهة إليه مغيرة أشكالها وألوانها، والبرامج والرسالة الوطنية الآنية ودور المواطنين في دول المهجر. وقال السيد كبراب إن قيم مجتمعنا هي العمود الفقري لقوتنا، وذكر بأن بناء شاب كفو يفتخر بهويته ويضحي من أجل شعبه ووطنه دون مقابل، وينجز المهام بوفاء عال ويساند الجهات المحتاجة ويناضل لخلق الارتياح حاملا سلاح التصدي والتنمية في آن واحد. مسؤولية تقع على عاتق جميع المواطنين، وإن تاريخ الشباب الإريتري بالأمس واليوم هو ليس تاريخ النضال والصمود فحسب، بل هو أيضا تاريخ حماية التراث الثقافي والهوية الوطنية، مناشدا شباب المهجر السعي لتوارثه جيدا.
وقال مسؤول الشؤون الجماهيرية والشعبية السيد كحساي تولده إن الشعب الإريتري هو شعب التعهد والتنفيذ لقضية وطنه وحماية سيادته، لذلك كان يتصدى للعدائيات والأزمات بوعي عال ووحدة قوية، مشددا على تنشئة وتوريث هذه القيم جيدا. كما قدم توضيحا مفصلا حول المهرجان المنتظم في 29 يوليو عام 2022. أقدم المشاركون آراء واستفسارات تساعد في تنفيذ رسالة وطنية آنية متعهدين للقيام بكل ما يطلب منهم. كما أفادت المعلومات الواردة من هناك بتنظيم اجتماع حول تعزيز وتنظيم وتأطير الشباب الإريتري في ألمانيا. اندلع حريق في سيموتي بمديرية جلعلو بإقليم شمال البحر الأحمر يوم 15 يونيو في مكان غني بالتنوع الإحيائي، وأحدث دمارا كبيرا في الغابات والحيوانات البرية والأليفة والممتلكات. وغطى الحريق الذي استمر حتى يوم 17 يونيو حوالي 6 كيلومترات طولا و300 متر عرضا، ودمر الكثير من الأشجار والحيوانات الأليفة والبرية وست منازل، ولما يحدث أضرارا بالأرواح. أوضح مدير مديرية جلعلو السيد محمود إبراهيم أن أسباب الحريق لم تعرف بعد، لكنه أشار إلى إمكانية أن يكون سببها الحرارة المرتفعة والطبيعة البركانية للمنطقة. وكانت الحرائق المماثلة قد اندلعت في سيموتي بضاحية بدة في السنوات الماضية. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. منحت الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كل من أوكرانيا ومولدوفيا صفة مرشح لعضوية التكتل، كما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل. ورحب الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي بالقرار واصفا إياه بأنه لحظة فريدة وتاريخية. بدوره اعتبر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن وافقة الاتحاد الأوروبي على منح أوكرانيا ومولدوفا صفة مرشحين لعضوية الاتحاد يشكل إشارة قوية جدا حيال روسيا. وأشاد ماكرون الذي تتولى بلاده الرئاسة نصف السنوية لمجلس الاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحفي في بروكسل التي تستضيف قمة أوروبية بخطوة سياسية صادرة من أوروبا قوية وموحدة. وتتطلب المرحلة المقبلة المتمثلة في بدء المفاوضات الرسمية موافقة الدول 27 الأعضاء بالإجماع. ختاما سادتي أعود فأذكر بعناوين النشرة. حاكم إقليم القاشبركة يبحث التنمية والتصدي مع الشعب. مدرسة مندفرة لمساعدي التمريض تخرج 147 طالبا بالشهادة. الدراج بن يام يفوز ببطولة إريتريا للفردي. القادة الأوروبيون يوافقون على ترشيح أوكرانيا ومولدوفا. مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون يقيد حيازة الأسلحة النارية. 22 طائرة حربية صينية تخترق أجواء تايوان. انتهت نشرة أخبار المساء، شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.